السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة خاصة غير بالنساء والفتيات. هذه الحلقة غادي نشاركوا فيها واحد الوصفة اللي طلبات واحد الأخت لتنزيل الدورة الشهرية. قبل ما نبداو هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة جربوحكم لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناة ويضغطوا على الزر الأحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بأمر. وإلا كانت قناتكم جربوحكم كتستحق الدعم والتشجيع فما تبخلوش علينا، جزاكم الله بالدعم والتشجيع ديالكم، وتعرفوا بالقناة وتعرفوا بوصفاتنا وتشاركوها مع الأهل والأحباب، جزاكم الله خير لتعميم الفائدة. بالنسبة لهذه الوصفة هذه، فهذه الوصفة فهي نجحات مع بزاف ديال الأخوات. ولكن قبل واحد النصيحة أخواتي، قبل ما نقلب على الوصفة ديالي، إذا تقطعت لي الدورة الشهرية يعني وما بقاش كتجيني مدة ديال شهرين، على الأقل شهرين، إذا تقطعت لي الدورة الشهرية أول حاجة غادي نقلب عليها وهي غادي نمشي نقلب على السبب علاش تقطعت لي الدورة الشهرية. يعني نتوجه عند الطبيب، يعني ما نبحثش على الوصفة ديك الساعة، نمشي نتوجه عند الطبيب باش نشوف السبب علاش تقطعت، لأن كاين العديد ديال الأسباب اللي تتقطع لهم الدورة الشهرية. عاد يمكن لك إلا ما عندك حتى شي مشكل وقال لك الطبيب ديالك راه ما عندك حتى شي مشكل، عاد يمكن لك تبحثي على الوصفات الطبيعيه. هذه هي المرحله الثانيه، يعني ضروري الا تقطعات عليا الدوره الشهريه واحد المده خصني ضروري نمشي عند الطبيب يعني ونشوف اشنو السبب، لان الطبيب اللي غادي يحدد لك السبب. بالنسبه الى قال لك ما عندك حتى شي مشكل، راك غادي ديري وصفات طبيعيه باذن الله وغادي يعني تنزل الدوره الشهريه. اما اذا كان عندك شي مشكل صحي راه ضروري غادي تتبعي مع الطبيب ديالك وتتبعي الدواء ديالو اولا. بالنسبه لهاد الوصفه اللي غنشارك معكم فهي نجحت مع بزاف ديال الاخوات. الوصفه ديال الشيح يعني معروفه وغنيه على التعريف لتنزيل الدوره الشهريه المتاخره، نجحت مع العديد ديال الاخوات، نزلت لهم الدوره الشهريه ديالهم. كيف ما كتعرفوا هذه الوصفه هذه، تبعوا معايا اخواتي، واللي بغى يستافد مرحبا به في هذا الفيديو هذا. تبعوا معايا الطريقه غادي نقولها بشويه باش تفهموا، باش تعرفوا كيفاش تستعملوا هذه الوصفه هذه لما كان عندكم حتى شي مشكل صحي وتقطعات لكم الدوره الشهريه. غادي تاخذي الشيح، يعني واخا راه جوج دراهم ديال الشيح غادي يعطيك منها بزاف. غادي تاخذي الشيح ديالك غادي تنقيه، يعني غادي تحاولي تنقيه تحيدي منه الشوائب، وقبل ما ديريه في الوصفه ضروري تغسليه بشويه الماء بارد، تاخدي منه معلقه صغيره وديك المعلقه تغسل بشويه ديال الماء بارد عاد يمكن لك تستعمليه. طريقه استعمال الوصفه، اليامات اللي كتكون عندك غادي تنزل الدوره الشهريه وما نزلاتش، يعني كاع النساء كيعرفوا الوقت ديال نزول الدوره الشهريه، هذوك الايام غادي تاخدي يعني قبل من دوك الايام غتبداي تاخديها 3 ايام متابعه، 3 ايام متابعه بالطريقه الاتيه. يعني الوصفه غادي تاخديها في الايام اللي كتعرفي بان خاص تنزل الدوره الشهريه وما نزلاتش، تاخديها 3 ايام قبل، 3 ايام قبل تاخدي كاس ديال الشاي، غير صغير ماشي كبير، كاس ديال فاش غتشربي الشاي ديالك، كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النوم، يعني 4 مرات تاخدي كاس ديال الشيح قبل الفطور عفوا قبل الغداء قبل العشاء قبل النوم، 4 مرات في اليوم تاخدي هاد الكاس هذا ديال الشيح. وبالنسبه الى نزلات لك الدوره الشهريه تتوقفي طبعا على الاخذ ديالو، والا ما نزلاتش كتبعي 3 ايام، والا ما نزلاتش كاع نهائيا غادي تنتظري واحد المده وتوجهي عند الطبيب، هذا هو الحل. بالنسبه لطريقه استعمال هذا الكاس فغادي نوريكم في اخر فيديو طريقه ديال تحضير هذا الكاس ديال الشيح. وكاينه واحد الوصفه اخرى اللي كنعطيها بزاف للاخوات اللي نجحات، وصفه ديال الزعفران. الزعفران كتخاد يعني حتى هو 3 ايام، كناخذو قبل النوم مع الحليب سخون، شويه ديال الزعفران في الحليب سخون ونشربو وننعس 3 ايام. الا ما نزلاتش في هذه الحاله غادي تنتظري واحد شويه وغتمشي عند الطبيب. هادو جوج ديال الوصفات اللي نجحوا 100% مع الاخوات اللي ما عندهم حتى شي مشكل، نزلت لهم الدوره الشهريه وردوا عليا النتائج في التعاليق. بالنسبه لكيفاش نحضروا هاد الكاس ديال الشيح، ساهل كيف ما قلت لكم، غادي تغسلوا الشيح ديالكم بالماء بارد وغادي نديروه في الكاس ديال الشاي ديالنا، هو راه مر. وبالنسبه حتى الشيح راه الناس اللي عندهم مشكل ديال الديدان راه كيهبط الديدان، يعني الا عندك الديدان راه غادي يهبطوا. الطريقه غادي نديرو في الماء مغليان ونخليه واحد المده، طبعا ضروري في الماء درنا شي كاس ديال الاعشاب الحركه نغطيوه، يعني نغطيوه باش ما يفقدش الفوائد ديالو، نخليه واحد المده ديال 5 ديال الدقائق
ونوض نصفي هذا الكاس هذا ونحتفظ بالماء ونشربه قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النوم. 4 مرات غنشرب بحال هذا الكاس يوميا لمدة 3 ايام، وإلا هبطات قبل غادي توقفي، إلا ما هبطات غتبعي 3 ايام وتوقفي على الوصفة وتنتظري واحد المدة بسيطة وتمشي عند الطبيب إلا ما هبطاتش منك نهائيا. هذه هي الطريقة ديال استعمال الشيح لتنزيل الدورة الشهرية المتأخرة لدى العديد من النساء، وبزاف تاع النساء مساكن تيبغيو يعني كاين بعض النساء اللي باقي متأخر عندهم الحمل. نتمنى الله يسهل على كل وحده، والله يفرح كل واحد بالوليدات وبالذريه الصالحه. نتمنى اخواتي لما فهمتوا شي حاجه طرحوا السؤال ديالكم، ولا عندكم شي طلب مرحبا بكم دائما على قناتكم جربوا حكم. طبعا اذا كان الفيديو كيستحق الدعم والتشجيع فما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم والتشجيعات، وتشاركوا وصفاتنا مع الاهل والاحباب. جزاكم الله خير لتعميم الفائده، وما تنسوناش بالدعوات ديالكم، ومرحبا بكم دائما على قناتكم جربوا حكم. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.